يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أنه لا يعذر أحد بالجهل في التوحيد في هذه الأيام من المسلمين الذين قامت عليهم الحجة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن عليهم. يقول كيف نرد على من يقول لماذا لا نعذر من كان عنده دعاة يدعونه إلى دعاء الأموات ويقولون إن هذا الفعل من الإسلام؟ عند دعاة يدعون إلى عبادة الأموات، لكن هناك دعاة يدعون إلى التوحيد، فلماذا يطيع ذولا ويخلي ذولا؟ قامت عليه الحجة، ولو ما كان عنده إلا دعاة يدعون إلى الشرك ربما يعذر، لكن الدعاة إلى التوحيد ولله الحمد ظاهرون ومنتشرون والكتب والمؤلفات، لكن يقولون هذا دين الوهابية، لا توحيد لا دين الوهابية، هذا المشكلة الآن، وله بالغهم ودارين عنه بس يقولون هذا للوهابية. نعم.